حلمت بيكي. وأنا كمان حلمت بيكي قبل ما أشوفك، أو جايز علشان كان نفسي أشوفك، مش عارف. كنت شبه الملايكة. ورجعنا لكم مرة تانية في استوديو عسل الأبيض، واللي شفناه ده هي قصة حب حقيقية ولا في الأحلام. قصة حب بدأت بحلم اتكتبت على بوست على الفيسبوك، وفجأة اتحقق الحلم. عشان كده صاحب الحلم مش مصدق نفسه لحد دلوقتي، مش مصدق انه اخيرا حلم عمره اتحقق، ومش قادر كمان يستوعب انه ده، انه فرحته على او فرحه على حبيبة عمره. الحقيقة بجد قصة حب نقدر نقول عليها أسطورة، يعني حاجة يا جماعة والله بجد حاجة حلوة قوي. يعني اتنين بيحبوا بعض، يعني احنا لسه قبل ما يدخلوا قلت لهم ايه بخاري وخميسي، وعمالين نقول بقى ايه خمسة في عين اللي ما يصلي على النبي والحاجات الكتيرة دي بتاعتنا، لان العروسة اصلا مش مصرية، عروسة من تونس. فتخيلوا بقى تونس ومصر، يا سلام. قصة الحب دي اللي اخترناها ان هي تكون بطلة حلقتنا النهاردة الحقيقة في يوم الفالنتاين، واللي هنعرف بقى كل تفاصيلها وهو قاعد يجري، العريس بيجري ورا العروسة 4 سنين. يعني احمد بيجري ورا رمله 4 سنين. رمله اهلا بيكي، احمد اهلا بيك، والف مليون مبروك وهابي فالنتاينز داي. يعيشك. انتوا موجودين معانا النهارده في يوم مميز جدا، لانه حكايتكم اصلا مميزه جدا الحقيقه. 4 سنين حب، 4 سنين ما بيتقطعش فيها الامل ان انتوا تكونوا موجودين مع بعض. اللي انا قلته في الانترو ده صح يا احمد، ان انت فعلا دي كانت حب عمرك كله، وفضلت وراها لحد ما هي الوحيده، جبتها كده هي الوحيده والاخيره. هي اول حد احبه فعلا، وان شاء الله الاخيره. يعني ان شاء الله طبعا اكيد. بس حب كان حب صعب شويه قوي، كان في معاناه. لا مش معاناه، يعني ربنا سهل الموضوع كله. هو في الاول تدابير الله عز وجل طبعا. انا عرفت رملة اخر 2013، اعجبت بيها بسرعه. زي ما هم بيقولوا في اللي هو الحب من اول نظره، في سفيسه فيسع 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 ماشي فيسع فيسع صح؟ فيسع فيسع يعني ايه بقى؟ يعني بسرعة 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 بسرعة. اوكي هي اللي بتترجم، هي اللي بتترجم لنا. اوكي 4 سنين وبعد كده اتخطبتوا واتجوزتوا. انتوا متجوزين، انتوا لسه عرسان ما بقالكوش 10 ايام. طبعا الف مبروك. النهارده 14 بقى لنا 11 يوم. لا بس انا عايزه اقول لكم ان رمين ده فصلتهم ضحك بجد، عملت لهم فقره يعني قبل الفقره. احنا كان عندنا فقره هنا في الاستوديو قبل الفقره نطلع بيها، بس يعني هنبقى نحاول نعرض لكم الحاجات الميكنج دي على فكره. حاجات لطيفه، حلقه ميكنج، حلقه ميكنج. رمله 4 سنين مدوخه الولد وراكي ليه؟ ليه؟ عشان خليه يدوخ، خليه يدوخ. التونسيه مش سهله يا جماعه، ولادنا لو سمحتي لو سمحتي ولادنا. لا بجد، يعني هل انت ما كنتيش مثلا معجبه بيه؟ ما كنتيش بتحبيه؟ ما كنتيش عايزه تتجوزي مثلا حد مصري؟ كنت عايزه تتجوزي حد من ولاد بلدك؟ لا هو ولا اهلك ولا ايه؟ هو نصيب يعني. يعني طب انت حبيتيه زي ما هو كان حبك ولا ايه؟ اما من البدايه مش كيف هو، يعني مش كيف ما هو حبني، هو اكثر. هو اكثر حتى التوا، ما حتى التوا هو اكبر لحد دلوقتي طبعا. بس يا رمله بصي بيبص لك، انا مظبطك ولا مش مظبطك؟ مروحه معايا الفيسبوك. معانا البوست اللي كتبه احمد على الفيسبوك، فين هو؟ اهو معانا على الهوا، مكتوب ايه؟ انا مش شايفه من القلب. نفسي اتجوز تونسيه واعيش بلبنان، بحلم. هاشتاج بحلم. ليه يا بابا كده؟ هي الفتره دي كانت راجعه من عند من لبنان. اوكي. وكانت حاطه صورتها في لبنان. صوره ليها، كانت هي عامله صوره في لبنان. وطبعا هي تونسيه وعايش في لبنان، هي كانت ساعتها راجعه بقى ومبسوطه بلبنان قوي، لان هي قضت فتره في لبنان. فايه استغلتها فرصه كده، كان نوع من رمي الكلام ده، كان اول مره. انت من نوع الرجاله بقى اللي بيقعدوا يتابعوا الاكونتات بتاعت. لا هي لسه اصلا احنا لسه. لا ما هو انت لسه، هي مش موجوده في الحياه قوي. لا هي لسه ما تعرفش. لا انا 4 سنين قاعد في الاكونت.
يعني انا اربع سنين قاعد في الاكونت، في فتره من الزمن قعدت باكونت اختي. بس انا بس كنت عايزه اعرف حاجه، انت يا رمله، انت يا رمله اتعرفتوا على بعض اوكي؟ اتعرفتوا على بعض ازاي وفين وبدات ازاي بقى قصه الحب؟ وعايزه اعرف امتى بدات انت تحبيه؟ تعرفنا على بعض صاحبتي صديقة مشتركة ما بيناتنا. أنا كنت ماشية لمصر وقتها باش نعمل رحلة لمصر، نسأل في هدي، قالت لي عندي صديق ليا مصري جدع كما تقولوا في مصر، تو يزبطك يعني في مصر، يوري لك الأماكن ويوري لك البلايص وينجم معناتها يعاونك في برشا حاجات. يعني قالت لي أبعث له، قالت لي أبعث له انفيتاسيون. حماتك قاعدة على فكرة، خلي بالك. ابننا وندافع عنه. أوكي مش مشكلة. يا اخي بعث له انفيتاسيون، اصحاب بالبدايه معناتها اصحاب اصدقاء، ما فما حتى شيء ما بيناتنا. كهو بشويه بشويه بديت نتعلق بيه، بديت ديما يسال عليا، ديما حسيته مختلف معناتها على معناتها على الرجال اللي عندنا في تونس، ولا على معناتها على الانتوراج نتاعي، فهمت؟ حسيته مختلف ماهوش كيف. والله ما انا فاهمه ايه اللي قلتهاش ده، بس يعني واضح انه حاجه كويسه. هي حاجه حلوه يا صاحبي، انت كويس. كهو دونك بدينا بشويه بشويه، ولينا ديما نسالوا على بعضنا، ديما استنس تعودنا ببعضنا معناها، فهمت؟ كهو لينا كيفين بعض. بصي انا عشان يعني برضو ايه، نبقى معاكم على الخط. يعني انت كتبت يا احمد بوست مش عارف اكتب ايه ولا ايه، بس كل اللي نفسي فيه اقول لك كلمه واحده ويكون الاجابه موافق. رمله طبعا راحت رد عليه وقالت له ايه؟ موافق. في اخر 2013 ل 2017. يا نهار ابيض، انت بتهرجي بقى على فكره كده، بقى انت كده بتهرجي. ده كانت لعبه ارقام. انت ليه كنت بتدخل من صفحه اختك؟ هي كانت عامله لك بلوك ولا ايه؟ ده دي فتره بعد كده. لا كانت عامله ليه عملت لك بلوك؟ ليه يا رمله كده، انت قلبك قاسي قوي، ليه عملت لك بلوك؟ جايه الكلام جاي. دي كانت لعبه ارقام وطلعت اخر يوم في 2013. كل واحد يكتب رقم ليه والناس تكتب له مسج على الاكونت بتاعها، وهي اختارت ساعتها 3 5. فانا استغليتها فرصه عشان ايه يعني ابدا بقى اللي هو ايه، او لا عايزين نتجوز بقى ونقرب الدنيا. فرحت كاتب البوست ده وساعتها هي ولا الهوا يعني هي لا ثانيه واحده، يعني هي في البوست ده هي ما كانتش انت ما كانتش في دماغك اصلا، ولا لا. كنتي لا لسه إيه؟ لا لسه ما كانش في دماغي، ما كنتش اصلا لسه بدات اتكلمت في الموضوع ده. كان بعد قد ايه ما عرفتوا بعض؟ شهرين مثلا، شهرين. وانت عرفتها فين؟ عن طريق هدى زي ما هي حكت. هي حكت على فكره، بس هو معلش بس نسمع منه هو يعني. عن طريق هدى صاحبتنا. لا هي بس عشان بتقول ايه؟ اعرفها من سنين، اعرفها النهارده بقالي مثلا 11 سنه. فقالت لي ان في بنت جايه مصر وعايزك تساعدها، فقلت لها حلوه. فقالت لي حلوه قوي. وطول عمري انا واصدقاء انا وهدى، عمرها ما جابت لي يعني ما حببتنيش في حد. فهدى بقى تقول لي دي حلوه قوي ودي كذا، ويا هلا بتبقى من نصيبك. نصيبي ايه هدى وانا بتاع جواز؟ ما كانش في دماغي طبعا الجواز نهائي. فهي اللي قربت الخطوط قوي، لان هي كل ما اسالها على حاجه تطلع احسن، يعني تفضل تشكر فيها قوي جدا يعني. فكانت هدى من الناس اللي قربت جدا. بس باباكي ما كانش بتالي موافق او كان معترض في البدايه؟ ليه بقى؟ انا اصغر واحده في دارنا، انا الصغيره في دارنا. دارنا متعلقين بيا برشا، امي وبابا. خويتي اكبر مني، اختي وخويا عرسوا الزوز، وانا اكثر واحده قعدت معناتها في دارنا معاهم في الدار. دونك مش متقبلين انا باش نتزوج ونبعد عليهم ونمشي لبلاصه اخرى. فكره الفراق وان هو من مصر وان هو ممكن ياخدك وتعيشوا في مصر. حكيك. طب انت بداتي تحبيه امتى؟ في انهي مرحله؟ ال4 سنين. قولي هتعترفي واضح بحاجات لسه ما قلتيهالوش. اتفضلي قولي. وقتاش وليت نحبه؟ احنا قصينا من الاول معناتها الفتره الاولانيه احنا مع بعضنا، وبعد كيف اهلي ما وافقوش من الاول كل حد مشي على روحه. يعني كل ده انت ما كنتيش لسه وقعتي في غرامه؟ مش غرام يعني حبيتي شويه. اي شويه تعودت بيه، ديما يسال عليا، معناتها انسان موجود ديما في حياتي، كي ما يسالش عليا نقول وينه، معناتها فهمت تعودت بيه. اما مش حب الحب المره الثانيه. هو انت بقى ثانيه واحده بقى نقف عند النقطه دي. انت اتخطبتي وعملتي له بلوك وان فريند؟ لا، البوست اللي هو بتاع تخيل لما حد يكون حد زعلان، ده كان احنا كنا اتفقنا في الفتره الاولانيه دي، احنا عدينا فتره طويله قوي، كل حياتنا اصلا في الفتره دي. ده البوست اهو صح؟ لا ده لا مش ده. هو ده البوست.
ده كان 10/8، انا عيد ميلادي 19. فانا كنت مجهز بقى ان انا في عيد ميلادي انا كنا خلاص انفصل، يعني كنا بعدنا خلاص عن بعض. انا عايز اقول بس ان رملة لما حبيت اتقدم لها في الاول، انا عملت جمعية على اساس ان انا اروح اتقدم لها. فلوس الجمعية دي لما قبضتها اشتريت بيها اول كاميرا، هي اللي عملت دوس فوتوغرافي بجد، يعني دوس فوتوغرافي اللي هي وصلت له النهارده. حلوه عليك اصلا دي، فلوسها فلوس خطوبتها. في فلوس الاول خطوبتها دي كانت فلوس خطوبتها، ولما اهلها رفضوني خدت الجمعيه وعملت دوس فوتوغرافي. برافو. فدوس فوتوغرافي كل انا عايزه اتكلم بقى عن العادات والتقاليد في يعني عندنا هنا في شبكه وفي مهر وفي مؤخر وفي اي في حاجات كتير عندكم كده هناك برضو في حاجات عندنا اي في يعني جاب لك شبكه واداكي مهر وكتب لك مؤخر ليه؟ بصي انا النقطه دي هي دي كانت اخر مرحله خلاص لما كلمت باباها سي صلاح. اسمه ايه؟ عم صلاح الدين. صلاح الدين بس هم بيندولوا قالوا له سي صلاح. اوكي. طب وصلنا خلاص، احنا رحنا بيتهم في الخطوبه. طبعا مش عارف اتكلم ولا عارف اعمل اي حاجه. ف عم صلاح فوصلنا لمرحله اللي هو ايه طلباتك؟ قال لا ما ينفعش ان انت تبقى في بيتي ونطلب منك طلب. فقلت له دي في مصر بتبقى وراها حاجات كتيره قوي يعني. مشتري راجل. قال لي والله انا عندي حاجتين. كانت الاولى بس ان هو عايز يطمن على بنته ما حدش يهينها، او طبعا فكره الميديا موصله حاجه فظيعه قوي على الراجل المصري، يعني مش موجوده في الحقيقه بس الميديا موصلها كده، وانه يطمن على بنته ان ما حدش يهينها، ان هي تكون حره في بيتها. وتاني حاجه ان هي ما تبعدش عنه كتير، يعني ما تقعدش فتره طويله قوي غير لما تروح وتيجي. فقلت له اوكي طبعا حقك 100%، ورديت عليه على النقطتين دول. فقلت له نخش بقى في التفاصيل اللي هي الشبكه والكلام ده. قال لي والله الشبكه دي هديتك ليها، فانتوا مع بعض تتكلموا في الموضوع ده. قلت له طب انا البيت هاجره، انا البيت هعمل كذا، انا البيت هعمل وكان كذا. وكانت التفاصيل بقى انتهت بنجاح ومرضيه ليك وليهم؟ التفاصيل قال لي لو اشتريت بيت يعني كويس بالمصري انت اللي هتعيش فيه، لو اشتريت بيت وحش انت اللي هتعيش فيه. طب والله ده بقى حاجه جميل قوي. ما عليش طلبات كتير قوي ما طلعش مني. بص احنا شايفين صور فرح اكتر من رائعه، احكي لي بقى الفرح كان عامل ازاي؟ فرح تونسي هو صح؟ تونسي عملته في تونس. ايوه. احكي لي بقى عن الفرح يا رمله. الفرح انا نخدم ديجا في الخدمه نتاعي، الفرح حذرنا الوقت يعني الدات نتاعو في ساعه البوز، يعني ساعه البريك بتاعي نتاع الشغل. عملنا حددنا موعد الفرح في ساعة البريك. طب ما تيجي نشوفه عشان يبقى العين بقى عين محترمة الحسد. لا هو احنا عندنا حاجتين في الفرح. اوكي طب خلينا عروسه بجد زي القمر. لو كنتوا عارفين بس الحوار اللي دار بينهم، هي يعني خلاص يا ساره يا فرح انت لذيذ والله بجد، زي ما قالت نرمين حطيه في عينيكي ان شاء الله بجد. شاء الله. يعني عندنا رجاله مش بنصدر والله حاجه، بالعكس عندنا رجاله مصريات مصريين محترمين جدا جدا جدا، وستات مصريات جدعان جدا، بس بجد اللي زي احمد ده تحطيه جوه عينيكي كده وتقفلي عليه. شفتها حافظ؟ ايه رايك؟ بتزيق. عملتوا الفرح في تونس، قعدتوا هناك في شهر العسل، جيتوا على مصر على طول، ايه خطواتكم كانت عامله ازاي؟ قعدنا 4 ايام في تونس. الاوراق. في الاوراق عشان لازم الاوراق نحضرهم سفاره وكل يوم يعني. الف مبروك ليكوا انتوا الاثنين، كابل يجنن تحفه زي القمر انتوا الاثنين، ربنا يخليكوا لبعض. ايه تملوا الدنيا ولاد وبنات. ممكن اسال سؤال قبل ما تختمي؟ طبعا. جاب لك حاجه في الفالنتاين ولا لا؟ لسه بعدين. لا ده انت النهارده يعني انا هديكوا دول يا ولاد. انا هديكي انت اللاف
وديك انت القلب وتديهم لبعض خلاص وتديهم لي بعد الحلقه. نورتونا شرفتونا الف 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 مليون مبروك. طبعا انا وصيتها عليك بس بوصيك برضو عليها. ها تحطها جوه عينيك. هو حاططها جوه عينيك. طب قول لها كلمه بقى كده اخيره نختم بيها غير الكلمه اللي قلتها لها اول ما شفتها بفستان الفرح. اوكي عشان نبقى على الهوا. الكلمه دي بالذات عامله مشاكل كتيره قوي بس انا فعلا قلتها لان انا ما كنتش مصدق ان هي بقت مراتي. احنا النهارده بقى لنا 10 ايام والله ما مصدق ان هي مراتي. حبيبتي بصي قاعده مكسوفه ازاي. الله اكبر الله اكبر بجد. ربنا يخليكوا لبعض. كلمه ليه كلمه ليه بقى. ان شاء الله ربي يخليك ليا. مفيش بحبك بحبك كده الحاجات الحلوه دي. بحبك. بحبك يا ساره. وانا كمان. يا جماعه النهارده الفالنتاينز دي اتمنى يكون يوم عجبكم كله. هو النهارده كان يوم بيتهيألي اعتقد انه كان لطيف. اتمنى ان انتم تنبسطوا جدا معانا. رمله وانا بشكرك على وجودك معايا النهارده. الف مبروك. واحمد بجد ربنا يخليكم لبعض تملوا الدنيا بنين وبنات. وهما كفايتني مش قوي يعني كده مش الدنيا. ساره ونرمين عادي جدا يعني تجيب ساره وجيب احلى ساره واحلى نرمين حبيبتي. انا بس قبل ما نختم كمان يا ساره عايزه اشكر طبعا مصممين ديكور الهايلين عائشه واحمد وكمان نانسي عائشه عفوا وايمان وكمان نانسي اللي عامله لنا التورته والحاجات الحلوه. واشكر حد مهم جدا 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 معانا في البرنامج طبعا يعني حنان العشري البروديوسر. حنونه هابي فالنتاينز داي يا روحي وتتهني بولادك حبيبتي. بكره يوم جديد وعسى الله.